حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في رواية أنهم بالشام، في رواية أنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أنا الهمني في الحديث كلمة واحدة: لا يضرهم من خذلهم. أهما ما يضرهم، إخوان المجاهدين هناك والصابرين ما يضرهم من خذلهم، لكن من خذلهم يضره. مثل ما رب العالمين يقدر هذه الأقدار ابتلاء لهم على صبرهم وجهادهم وثباتهم، كذلك ابتلاء لمن حولهم على النصرة. أنت شنو سويت؟ ترى الله راح يسألنا ماذا قدمت لإخوانك. هذين إخوانك المسلم، أخو المسلم لا يخذله، لا يخذله ولا يسلمه، ما يسلمه حق عدوه ويتركه ويصد عنه شنو مو شايفه ولا كأنه هامة. سوي اللي تقدر عليه، مو مطلوب منك أكثر من اللي تقدر عليه. توصل مساعداتك، تدعو لهم، تنشر لهم، المهم ابتعد عن من خذلهم. عسى رب العالمين ينصرهم ويهلك أعدائهم يا رب.